كوكب ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. كوكب من كواكب آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، كان فرحا جدا بأن يضحي بنفسه بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ليس لأنه تربطه بالحسين قرابة، بل بأنه إمامه يقف في ذاك الموقف العظيم العجيب. جاد القاسم عليه السلام ابن الحسن بروحه بين يدي مولاه أبي عبد الله الحسين. ما هو الدافع الذي دفع القاسم عليه السلام لمثل هذه التضحية؟ التربية التي ترباها القاسم، حياته مع أبيه الحسن، وحياته مع أبيه الحسين عليه السلام، هي لعلها التي أنتجت القاسم عليه السلام. نتحدث عن شخصية القاسم صلوات ربي وسلامه عليه في هذه الحلقة المباركة. لكم التعازي باسمكم نرفعها إلى مقام صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يحدثنا عن شخصية القاسم فضيلة الشيخ جلال الصغير، حياكم الله سماحة الشيخ، أهلا ومرحبا، وعظم الله أجورنا وأجوركم. سماحة الشيخ، بداية، كم عاش القاسم مع الحسن عليه السلام، وكم عاش مع الحسين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة شخصية القاسم عليه السلام شخصية فريدة من نوعها في معركة كربلاء، وأظهر الكثير من محتواه الداخلي الزكي بصور متعددة خلال فترة وجوده القصيرة في داخل عرصات كربلاء، ما ينبع عن طبيعة التربية التي حظي بها، وينبع عن طبيعة القابليات التي اكتنفت عليه شخصيته، وأظهرت أنه كان مستعدا لتحمل المسؤولية رغم حداثة سنه، ورغم كونه الآفاق مفتوحة أمامه لدنيا كبيرة. هو حينما جاء إلى الإمام الحسين عليه السلام يستأذنه بالقتال، الإمام صلوات الله وسلامه عليه عفاه من ذلك ولم يقبل بأن يتقدم إلى القتال، رغم أنه قد قدم للتو علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. حداثة سنه كانت تعطيه مجالا في أن لا يذهب إلى المعركة، يعفى من القتل. عدم قبول الإمام الحسين بأن يشترك في المعركة أعفاه من المسؤولية، ولكنه أصر على أن يمضي بالاتجاه الذي يحقق له مناه ويحقق له عزته. ورغم إصرار الإمام الحسين عليه السلام على عدم مشاركته، وأعتقد أنه ما كان ليقبل بمشاركته لولا أنه رأى وصية الإمام الحسن عليه السلام إلى القاسم ابن الحسن. هذه الوصية تنبئ على أنه تم إعداد القاسم ليوم كربلاء بشكل مبكر جدا، كما رأينا كيف أن أمير المؤمنين انتخب أم البنين كي تولد له أولادا ينصرون الحسين عليه السلام. الإمام الحسن عليه السلام بوصيته التي كتبها للقاسم بأنه يجب عليه أن ينصر الإمام الحسين لو أنه قد رآه في أزمة كأزمة كربلاء، هذا ينبع عن أن الإمام الحسن أعده بشكل جدي إلى هذه المعركة. كيف أعده؟ بأي طريقة أعده؟ ماذا قال له؟ التاريخ لا يحدثنا عن هذه الأمور، ولكن واقعه الذي رأيناه في المعركة ينبع عن أن الإعداد كان عاليا جدا، قيمه ونبله وفروسيته الفذة رغم حداثة سنه ما كانت لتنضح إلا من إناء عالي المضامين، وإلا من محتوى كبير جدا
بحيث يصل الإنسان إلى هذا المستوى من زكاوة النفس ومن عمله بالقيم الكبرى. لعله نموذج مختصر من هذه الزكاوة حينما رأيناه يتجه إلى المعركة ويقطع شسعا عليه. في المعركة هناك أسود ضارية، هناك ضباع تريد أن تفترس كل شيء، هناك مخالب، هناك براثن، هناك كل أنواع الجريمة تتربص بكل من يتقدم. وقد رأى للتو ما صنعوا بعلي الأكبر وكيف قطعوه بأبي وأمي إربا إربا، لكن مع كل ذلك انقطع الشسع عن عليه، لم يهتم بكل هذا الجيش الذي جاء لكي يقتله، لأن معيارا مناقبيا بالنسبة إلى الفرسان يتحدث عن أن الفارس لا يحتفي في أرض المعركة، لا يكون حافيا في أرض المعركة. بهذا المقدار ترك كل هذا الجيش وأحقاده ورغبته في استئصال وجوده وراح يعالج شسع نعله، ليشير إلى أن شسع النعل أهم بكثير من كل الله يعني المخاطر الله التي تواجهه. وقيمة الفروسية لديه، قيمة الفروسية لديه لم يخذلها حتى بهذا المعيار الصغير. يمكن للفارس أثناء ممارسته لفروسيته أن يتعرض لأزمات متعددة، أن يتعرض لمضائق متعددة، يمكن أن يعفى على بعض السلوكيات أو لا يهتم ببعض من السلوكيات، ولكن القاسم حافظ على هذه القيم بحذافيرها الصغيرة جدا وبالشكل الذي وجدناه. يقال له معركة ومقاتلين وناس يترصدونه ويريدون قتله، لديهم أحقادهم الخاصة، لديهم انتقامهم الخاص، ومبدأ املأ ركابي فضة أو ذهبا لا زال حاضرا في مخيلاتهم. من يقتل سوف يحظى بامتياز، من يقطع رأسه سوف يشار إليه بالبنان في أروقة السلطة، ولكنه لم يبالي بكل ذلك. حقيقة بهذا المقدار يمكن لنا أن نتلمس أي محتوى عظيما وصل إليه القاسم ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الآن الميزة الكبيرة في شخصية القاسم، واضح جدا أنه أهل البيت قدموا الكثيرين في هذا المجال، لماذا تم الاعتناء بشخصية القاسم جيد هو وقدم كقدوة إلى المجتمع؟ عفوا على المقاطعة، هنا السؤال يطرح حقيقة، أن للقاسم إخوان وأيضا تقدموا، بعضهم من جرح وبعضهم من قتل، لماذا يعني الأضواء اتجهت باتجاه القاسم عليه السلام فضلا عن أبناء عمومته الذين فيهم علي الأكبر، فيهم غير علي الأكبر، بل حتى العباس وأولاد العباس عليه السلام على فرض أولاد العباس ووجودهم، لماذا الأضواء اتجهت إلى القاسم عليه السلام؟ القاسم لديه امتياز في غاية الأهمية. أولا كان فتى صغيرا، لم يكن يعني في عمر إلا بعمر الورود، وبالنتيجة حينما يبدي شجاعة خاصة وامتيازا خاصا واندفاعا خاصا لنصرة الحسين عليه السلام، لا شك ولا ريب أن الأضواء تسلط عليه. هذا أولا. الأمر الآخر، وجود القاسم في العملية التغييرية الحسينية التي نشدت منذ البداية. يعني الإمام الحسين رائد حركة تغييرية، و احنا عندنا اولاد عقيل، انا اشرت في يعني في حلقه سابقه الى ان النسبه الاكبر من شهداء كربلاء هم من اولاد العقيليين، لكن مع كل ذلك قد الكثيرين ما يعرفون يعني ما هم هؤلاء. مسلم ابن عقيل يعني استشهد ولداه
في المعركة، وأحدهم أعتقد عبد الله كان له برازا هائلا جدا في المعركة، بحيث أن له حصة من قتلى الطرف الآخر يرمز لها في معركة كربلاء، لكن الكثير من الناس لا يعرفونه. أولاد مسلم الذبيحين تأثيرهما غير أولاد مسلم الشهيدين. مسلم عنده 4 أولاد على في عتبات كربلاء، الذبيحين الذين قتلا أو ذبحا بعد يعني بعد الاستشهاد، تأثيرهما في العملية التغييرية أكثر من تأثير أولاد مسلم الذين قتلوا في بين يدي الحسين صلى الله عليه وسلم، بسبب المسائل العاطفية أو المسائل المعنوية التي تثار في هذا الجانب، أو بسبب إشارتها إلى طبيعة القمع والظلم والطغيان الذي كانت تمارسه السلطة. في كل الأحوال ما يدخل في العملية التغييرية بالعادة هو الذي ينظر إليه، هو الذي يبرز في هذا المجال. شاب في عمر الورود على أهبة أن مثل أي شاب آخر على أهبة أن يفتتح حياة جديدة ويكون له مستقبل واعد، وهو ابن الإمام الحسن من سلالة كريمة المحتد وما إلى ذلك. كل هذه الأمور لم يبالي بطبيعة هذا المستقبل بقدر ما بالى أو اهتم بأن ينصر الإمام وأن يقوم بواجبه الشرعي الذي أنيط به. هو كونه حضر واعية الحسين عليه السلام ورأى ما رأى، عندئذ لن يليق به مع هذا المستوى من زكاة نفسه إلا أن تكون شهادته لها بروزا خاصا جدا. ولذلك قيمه المعنوية هي التي أدت إلى أن يحتل هذا المقام من التأثير. الآن رحمة الله على حمزة الزغير في القصيدة اللي ذكرها إلى لعله للمرحوم كاظم منظور الكربلائي أو ملا منظور الكربلائي رحمة الله عليه وعلى كل خدام الحسين، في قصيدة يما ذكريني من تمر زفة الشباب. هذه القصيدة اللي ألهبت عواطف وأولدت زخم كبير في شباب هذه الأمة، في شابات هذه الأمة، هو الذي يعرب عن التأثير الذي تركه. طبعا القصيدة لا تؤسس لهذا التأثير، القصيدة أثارت عملية يعني المعاني التي يفترض أن تنظر في التغيير. لذلك نحن في جبهات القتال كنا نرى شبابا هم يتحدثون عن تأثرهم بالقاسم، وبالنتيجة الإمام الحسين حينما ينشد التغيير، أي تغيير أعظم من أن يولد شاب يحمل سلاحه للدفاع عن العقيدة وهو يقول أني لست بأفضل من القاسم ابن الحسن، أو أن أسوتي هو القاسم ابن الحسن عليه السلام. هذا الجانب نعود إلى هذا الجانب، لكن شيخي هناك زاوية أخرى يجب أن تنظر من زوايا المحيطة بشخصية القاسم عليه السلام. أم القاسم التي يعني إن كان قلنا القاسم شاب واندفع لنصرة عمه وإمامه، حال الأم كيف ارتضت أم القاسم أن تلبس ولدها لامة الحرب وتلقي به في لهوات الحرب؟ لا شك أن السيدة رملة صلوات الله عليها يعني في موقفها هذا، هي الأخرى كانت تنبع عن طبيعة التربية التي تربت بها في بيت الإمام الحسن عليه السلام. لا توجد أم بهذه الطريقة يمكن أن يعني تحظى بموافقة من الإمام الحسين في أن لا يشترك ابنها في القتال لكي لا يقتل، وهي تصر على الإمام الحسين في أن يفعل العكس، بل هي التي تقدم للقاسم ملابس الإمام الحسن لتذكر الإمام الحسين عليه السلام بعهد زوجها. لا شك أن علاقتها بالإمام الحسن عليه السلام وتربيتها لابنها
كانت تنبع عن أنها كانت من النمط الخاص، ليست كبقية النساء. وطبعا في كربلاء شيخي عفوا أقف فقط على هذه النقطة، رملة وأم الجهل، رملة وأم الجهل أم الفضل، الخلاف بينهما، هذه زوجة إمام وهذه زوجة إمام، لماذا هذه تأثرت وأنتجت القاسم بطل من أبطال كربلاء وتلك ساهمت في قتله وهي التي قتلت الإمام؟ كل الناس يعني ما يحددهم المكان حتى يتربون، أصولهم هي اللي تربي وطبيعة تلقيهم. عفوا أنا عفوا سمح الشيخ، جعدة بنت الأشعث التي قتلت الإمام الحسن عليه السلام. يعني أعود وأقول القرآن ضرب لنا مثلا بامرأة نوح وبامرأة لوط كانت في بيت النبوة وما إلى ذلك، ثم ضرب لنا مثلا في اللاتي تظاهرن على رسول الله من زوجاته كما تشير يعني سورة التحريم، سورة التحريم. لذلك المكان لا يحدد والعلاقة لا تحدد نمط الشخصية. يعني الآن صحابي أن يكون لمجرد كونه صاحب رسول الله يعني انعكاس تربية رسول الله على تربيته، هذا أمر يعني لا يمكن أن يتعقل. لماذا لم يؤثر الإمام الحسن في جعدة وأثر في رملة؟ الكلام ليس في أن الإمام الحسن لم يعني يؤثر. الكلام في الكلام قابلية في القابل، في القابل ليس في يعني فعلية الفاعل. قابلية جعدة كانت أكثر تزمتا وأكثر يعني جفاء إلى أن تتلقى ري الإمام الحسن. هي ابنة شيخ المنافقين وأخت كبار المنافقين الذين هي ابنة شيخ المنافقين وأخت من ساهم في قتل الحسن وساهم في قتل الحسين وساهم كذلك في قتل مسلم. في لماذا تزوج منها الإمام الحسن عليه؟ ما هو ما الداعي؟ هذا الكلام يعني يعود إلى اعتبارات اجتماعية بعيدة عن المسائل التربوية. يعني من باب تقريب ما الذي أدى برسول الله أن يتزوج ما تزوج؟ مع أن المسألة الزيجة في عرف ذاك الوقت عادة ما كانت ترتبط بأوضاع اجتماعية أكثر ما ترتبط من تحالفات أو من عملية رغبة في إسكات أو في تأمين شر من يجب أن يؤمن من شره. كذلك الأنبياء، يعني القرآن حينما يضرب مثلا بامرأة نوح وامرأة لوط يعني نفس السؤال، لماذا تزوجوا وهم لا شك يعرفون هذا يعني هذا الأمر، لم يكونوا يحتاجون إلى أن ينبهوا أنه امرأتهم كانت من الغابرين أو ما إلى ذلك، هم يعرفون ذلك تماما. أو أن يضرب مثلا بامرأة فرعون، يعني بيئة كافرة أنتجت مؤمنة، نتاج تلك البيئة ما يمكن أن نقول نتاجها هو التوحيد، لكن قابلية امرأة فرعون كانت من العظمة بحيث أنها لم تتأثر بكل زغرف الدنيا وبكل طغيان فرعون وما إلى ذلك، مع كل المخاطر التي تحيق بها لو أعلنت توحيدها، لكنها لم تبالي في الوقت الذي رأينا ما رأينا سواء من مظاهرة نساء النبي عليه أو من موقف امرأة نوح وامرأة لوط. لذلك لا يوجد قياس يعني ما بين جعدة عليها لعائن الله وما بين أم القاسم. أم القاسم أبدت من الفدائية الخاصة ومن نكران الذات ما يجب أن يجلل. وأن يعني أتعجب أن الخطباء حقيقة يغفلون عن الإشارة إلى مثل هذه الأمور. أي امرأة تقدم ابنها ولم يتبقى لها من أولادها إلا القاسم وعبد الله ابن الحسن الذي سيقتل لاحقا، يعني في بعد قتل عبد الله الرضيع لعله آخر من قتل من الطالبين هو عبد الله بن الحسن قبل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هو جرح أم قتل عبد الله؟ لا، عبد الله أول مرة قطعوا يده حينما
الشتم الذي جاء يضرب الحسين عليه السلام أثناء سقوط الإمام حسين، لأنه شتم يعني الفاعل لذلك ضربه وقتله آنذاك. من جرح من أولاد الإمام الحسن هو الحسن المثنى، يعني الذي أخلي من الطف، أخلي بعد ذلك الحسن أو ربما أغمي عليه، يعني ربما التعبير الأدق أغمي عليه فتصوروه قتيلا. نواصل هذه الرحلة سماحة الشيخ عن شخصية القاسم بإيقاعات الحاضر بعد فاصل قصير. أحبتي فاصل ونعود، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد أحبتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وعظم الله لنا ولكم الأجر وأحسن الله لنا ولكم العزاء مرة أخرى بذكرى استشهاد سيدي ومولاي القاسم بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أحبتي نتحدث عن الدروس والعبر التي يستلهمها الشباب من شخصية كشخصية القاسم عليه السلام الذي ترك كل مغريات الدنيا ليتوجه للدفاع عن الدين الذي يتمثل بسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. هذا ما سنتحدث عنه أكثر في هذه القسمة من هذه في هذا القسم من هذه الحلقة المباركة. أرحب بكم مرة أخرى وأرحب بكم سماحة الشيخ، أهلا ومرحبا وحياكم الله. شيخي القاسم الشاب الذي بين يديه عمر مديد وبين يديه إرث أسري كبير، هو ابن الحسن الابن الأكبر لأمير المؤمنين عليه السلام، تأريخ كبير، الحسن هو أحد الخلفاء المتفق عليهم عند الطرفين، ومن الممكن أن يكون إمبراطور، يترك هذه الإمبراطورية للدفاع عن الدين المتمثل بالحسين عليه السلام. بل أكثر من ذلك، يعني يمكن لنا أن نلاحظ أن يعني عبيد الله ابن زياد عرض دنيا كبيرة على العباس عليه السلام وعلى أخوته من خلال حديث شمر ابن الجوشن عليه لعن الله، وبالنتيجة هذا الحديث مثل ما وجه إلى العباس وجه إلى الجميع، يعني أنه أي واحد يخرج من المعركة يمكن أن يحظى بدنيا كبيرة جدا. لكن يعني كما أسلفنا من قبل، يعني طبيعة التربية التي حظي بها القاسم بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما أدت به إلى أن يتحول إلى أيقونة للشاب المسلم في ما يجب عليه أن يكون عليه هذا الشباب، في طبيعة اهتمامه، في طبيعة آماله، في طبيعة أفعاله، في كل هذه الأمور تحول مع صغر سنه إلى قدوة وإلى أسوة للمجتمع، بل لم يكتفي الأمر بتحوله إلى قدوة إلى الشباب، بل حتى الكبار يقتدون به لأنهم قد يستحون من شيبهم حينما يقايسون مواقفهم من قياسا إلى موقف القاسم ابن الحسن. وهذه أيضا أعود وأشير إلى أنها كانت من جملة الخطة التغييرية، يعني الإمام الحسين حينما يرى القاسم بهذه الإمكانات وبهذه المواصفات وبهذه الخصائص، هو يعلم تماما أن عمره في المعركة لن يزيد على دقائق، مهما تكون الأمور لن يطوى له الزمن لكي يمتد به العمر أكثر من دقائق في أرض المعركة، ولكن للحاظ التأثيرات التي سيبديها هذا الدم والتداعيات التي ستحصل نتيجة لهذه الفدائية التي أبداها القاسم عليه السلام، لذلك تم يعني العناية الخاصة به لطبيعة التأثير الذي يحصل منه. أنا لو كنت في أو حينما أعود إلى زمن الشباب وما إلى ذلك،
واتفاقا في ذلك الزمن يعني دخلت السجن أكثر من مرة في أيام البعثين. أتذكر جيدا ماذا فعل القاسم معي، ماذا فعل علي الأكبر وأنا تحت سياط التعذيب. أتذكر جيدا أن الصبر الذي تمكنت منه يعود فضله للخاصة. إلى طبيعة الدروس التي تلقيناها من مدرسة كربلاء، تحديدا موقف علي الأكبر حينما قال إذا لا نبالي أوقع الموت علينا أم وقعنا على الموت، وكذلك طبيعة الإمكانات المعنوية التي أبداها القاسم ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما في مقاومته إلى الظالمين وفي مقاومة. وأنا أعتقد أني لم أكن استثناء من آخرين، لا شك ولا ريب أن الذين صبروا في ساحات الجهاد، في ساحات الظلم، في ساحات القمع وما إلى ذلك والطغيان، إنما تأسوا بهذه المدارس. وهذه واحدة من امتيازات مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، حينما ركزت على إثارة هذا الشجن الكبير، لم تكن تقصد أن يكون الشجن هو المقصود، وإنما حالة الحزن بطبيعة الأطوار التي يعني تصاحبها من قراءة الشعراء ومن نعي النعات وما إلى ذلك، طرحت أفكارا وطرحت قيما أصبحت أكثر مقبولية لدى الناس من ما لو طرحت عليهم بطريقة بعيدة عن الشجن. يعني لو أننا قرأنا القصة على سبيل المثال، لدينا كتاب قصص العرب أو لدينا كتاب العقد الفريد أو ما إلى ذلك من الكتب التي تحدثت عن قصص التاريخ، لو قرأنا القصة في هذه الكتب ربما لا نتأثر، لكن أن تعيش أجواء الحزن وتؤطر هذه القضية بأجواء عاطفية يكون قلب الإنسان ومحتوى الإنسان أكثر قبولاً لطبيعة ما يتداعى من هذا الحدث. وهنا أنوه إلى ما سبق للإمام الصادق عليه السلام حينما جاءه شاعر وقال له أنشدني في الحسين عليه السلام، وبدأ يقرأ هذا الشاعر، قال لا اقرأ كما تقرؤون، يعني أرادها بطور، أرادها بلحن شجي، لأن الشجاء يؤدي بالنتيجة إلى تعميق الحزن، وتعميق الحزن يؤدي إلى عاطفة، هذه العاطفة تؤهل الإنسان أن يستقبل الأفكار. لذلك هنا للذين يريدون أن يفهموا منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في حدود لماذا يركزون على هذه العاطفة، قد يقولون الكثير لماذا نذهب هؤلاء يكررون النعي ويكررون النعي، نفس الشعارات نفس القصائد وما إلى ذلك، هم لا يلتفتون إلى طبيعة التأثير الذي يحصل نتيجة لتكرار التلقين، هناك عملية تلقين تحصل. يعني الآن لو أردنا أن نتوقف عند الشعار الذي يرفعه الحسينيون في عزاء طويريج، يا عباس جيب المايلس كينو، من تنظر إلى الموضوع على مستوى اللفظ وعلى مستوى المعنى ما بي ذاك الشيء يعني الذي يثير الحماس، لكن العباس وعطش سكينة وفدائية العباس كلها تأتي ضمن يعني لمحات سريعة من خلال هذا الشعار. لذلك حينما يطلق هذا الشعار تجد الحماس وتجد الزخم عند الهاتفين يتوقد، وكأنهم أول ما يعني يرفعون من شعار أو أول ما يبدونه من تأثر، بينما التأثر الحقيقي من أين جاء؟ نتيجة لهذه الأرضية العاطفية التي أنتجها الحزن على الحسين والتي جعلت الإنسان يستقبل هذه الأمور. وإلا هناك شباب كثر قتلوا في أراضي المعارك على مستوى التاريخ، لا شك ولا ريب هناك الكثير من الضحايا من تقدموا ربما يعني بفدائية خاصة، سيروى عن عنترة ابن شداد بطولات بغض النظر صحيحة أو غير صحيحة، لكن لماذا لم تؤثر؟ لماذا لم تنتج النتاج الذي نراه من علي الأكبر أو نراه من القاسم ابن الحسن أو نراه من أبي الفضل أو نراه من مسلم ابن عقيل وما إلى ذلك؟ السبب يعود إلى طبيعة الأطر التي أحيطت به هذه القضايا
فحولتها من قصة حصلت في القرن الأول الهجري إلى قصة تدخل العالم في كل عاشوراء وفي كل صفر بمرجل كبير من الطاقة. وأستطيع هنا أن أقول أن وأخاطب كل هؤلاء الذين يرومون حرف شبابنا ويسعون بكل إمكاناتهم إلى أن يمارسوا حربهم الناعمة من أجل انحراف شبابنا، لا تتعبوا أنفسكم كثيرا، لدينا نهران في السنة، مهما ابتعدنا سنعود إلى هذين النهرين، وأعني عاشوراء وصفر، ونغتسل من كل الأوساخ التي أحيطت نتيجة للحرب الناعمة أو لحرب الأقدار التي ترمى علينا، ونعود إلى طهر الحسين، نعود إلى طهر هذه الجادة وإلى استقامة هذه الجادة نتيجة لهذه الأجواء التي صنعها الحسن. بصيرة القاسم جعلت من القاسم يلتف حول ولي زمانه الإمام الحسين عليه السلام، أعتقد أنها مدرسة لشبابنا اليوم لكي يلتفوا حول الولي. يعني أنت متى تحتاج إلى البصيرة؟ تارة البصيرة امتياز ذاتي، لكن لا شك ولا ريب أن القمر لا يفتقد إلا في الليلة الظلماء، وحينما نتعرض إلى فتن، حينما نتعرض إلى هجمات متعددة، إن لم نستتر بساتر، إن لم نتمسك بعمود، إن لم نتكئ بما نعتمد عليه سيطاح بنا، لا سيما إذا كنا ننظر إلى الفتن في تعبير الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بأن هذه الفتن ستصيب الإنسان في آخر الزمان بطريقة مزرية للغاية. يقول مثلكم مثل صاحب بر، البر الطحين، نظفه وشذبه وصفاه وهذبه ثم وضعه في مكان حتى يحتفظ به، جاء بعد مدة رأى أنه قد ضر به، قد ضر به السوس أو ضربه السوس، السوس اللي هو الحشرات اللي الحشرة الخاصة بالطحين، فأيضا عاد هذبه شذبه صفاه نقاه إلى آخره، لا شك ولا ريب قسم من عند قلب، وأخذ الذي صفاه وضعه مرة أخرى، ظل يفعل ذلك حتى لا يبقى إلا الأندر فالأندر، حتى لا يبقى عفوا إلا من لا شغل للسوس به، يعني السوس ما يريد يتصرف ويا بعد ما يقدر. إحنا كذلك في هذا الزمن اللي جاي نتعرض إلى هذه الأزمات وإلى هذه الحرب الشعواء وعلى شبابنا، حرب الفكرية، حرب الناعمة، حرب متعددة الجوانب، الحرب النفسية، هذه الحرب اللي تحاول أن تثير اليأس، تحاول أن تثير الإحباط، تحاول أن تقتل الأمل، تحاول أن تثير التذمر بأي طريقة من الطرق، على شبابنا أولاً أن يتساءلوا لماذا لوحدهم يتعرضون إلى، لماذا المكون الشيعي لوحده هو الذي يستهدف خلال هذه الفترة؟ ألا يوجد شباب آخرين في العراق أو في بقية المناطق؟ لماذا أولئكم لا يستهدفون كما يستهدف هؤلاء؟ هذا أولاً. الأمر الآخر، ما الذي يريدون أن يأخذوه منكم؟ يريدون أن يأخذوا منكم طبيعة هذه العقائد وطبيعة هذه المعاني التي جعلت هذه الأمة تقف على قدميها وتصبر على كل الآلام والمظالم التي تعرضت إليها قبل هذا الزمن. أنا أروي إلى أخواننا الأعزاء ما يتحدث عن ابن الجوزي، ابن الجوزي يتحدث ابن الجوزي في كتاب المنتظم يتحدث عن المتوكل العباسي، يقول لولا ما فعله بالعلويين، ويروي هنا قصة، لقلت بأنه إمام الدين بلا منازع. المتوكل هو الذي سن
الوضع الرسمي للمذاهب وللكتب الحديثية والتفسير، كل الأمور جاءت بناء على سياسة المتوكل. لكن ماذا فعل؟ يقول طلب من والي مصر، طلب من والي مصر أن يقطع كل معاش على شيعة أبي تراب، وأن يسير كل هاشمي إلى بغداد على نوق هزل وبأزرى الصور. هكذا يقول بأنه حتى بات للعلويات التسعة رداء واحد يتبادلنه من أجل الصلاة. هذا كان وضع الشيعة. ليش صبروا؟ ليش تحملوا؟ ليش التشيع انتقل من يوم نودي فيهم اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية إلى هذا المد الاستراتيجي الهائل الذي يتحكم بمصير واحدة من أعظم مناطق العالم، من أهم مناطق العالم؟ كيف القوة، هذه القوة الجبارة، العالم كل العالم يتحشد بداعش ويرسل كل قوات داعش والصهاينة ونفس الأمريكان والطغاة الداخل، منافقي الداخل، كل هؤلاء. أقول كيف انتقلنا من ذلك اليوم الذي لا يوجد فيه أحد، يعني الحوراء زينب حينما خرجت في يوم العاشر وهي تنادي ألا من ناصر ينصرنا، لم يتبقى أحد آنذاك، لكنها خاطبت أجيالا وعرفت كيف تخاطب. ومن نعم الله أن شيعة الحسين حملوا هذه الرسالة وأوصلوها إلى ما وصلنا إليه. لذلك عليهم أن يعودوا ويتساءلوا لماذا يراد منهم أن تختطف الفروسية من شخصياتهم، لماذا يراد منهم أن تختطف التضحية من شخصياتهم، الاستبسال من شخصياتهم، لماذا يقودونهم إلى حالة الكريستال والمواد المخدرة، لماذا يقودونهم إلى المشروبات الكحولية، لماذا يقودونهم إلى المثلية الجنسية، لماذا يقودونهم إلى حفلات اللهو والعبث وما إلى ذلك، ولماذا يقودونهم إلى أن ينسون أن لهم وطنا وأن لهم دينا وأن لهم معتقدا وما إلى ذلك. لا شك أن ثمة شعارات يطرحونها، ولكن هؤلاء كذابون، لأنه كما أسفنا سابقا هؤلاء الشباب هم قيادة الأمة المستقبلية، ولو أنهم تمكنوا من هؤلاء الآن لو تمكنوا منهم إذن لضمنوا طبيعة الاستئثار بموارد هذه البلدان. لكن حينما يعد القاسم ابن الحسن كأمثولة، والقاسم يقدم للشباب درسا بليغا وعظة بالغة جدا بأن كل شيء هين في قبال العمل بالتكليف الشرعي، والعمل بالتكليف الشرعي هو الذي يكسب الإنسان كرامة، وإلا ما علاقتنا بالقاسم ابن الحسن؟ الإمام الحسن لديه أولاد كثر، لماذا لم نتعلق بهم كما تعلقنا بالقاسم ابن الحسن؟ هذا أمر يجب أن نتساءل، هذه الكرامة من أين جاءته؟ جاءته نتيجة مواقف صنعها خلال دقائق، لكن هذه التي صنعها جاءت نتيجة تربية سنين ونتيجة تزكية حصل عليها بمثابرته وبصبره وبالتزامه بما أشار إليه ولاة الأمر وكلفوه بها. سمحت شيخ، الغذاء الذي كان يتغذى عليه القاسم بدقيقة واحدة، يتغذى عليه القاسم الغذاء الفكري الذي كان يتغذى عليه القاسم، هل هو النتيجة الطبيعية التي أوصلت القاسم أن يضحي هكذا للدين وأن لا ينجرف خلف الإشاعات وخلف الإعلام المضلل وخلف طبيعة الدفع الأموي المادي والمعنوي وطبيعة الدنيا التي هو مقبل عليها القاسم؟ الفكر لوحده لا يصنع الشيء المعجز في هذه القضية. العقيدة لوحدها إن كانت تعني فكرا لا يمكن لها أن تصنع، وإلا ما قال القرآن يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لكن الفكر لو أطر بالإطار العاطفي المشذب والمهذب، العاطفة التي تبني عند الإنسان روح الانتماء وتعمق له لديه الهوية بالانتساب والانتماء، عند ذلك يمكن للإرادة أن ترى من الإرادة شيئا عجبا. ولو أنك رأيت إرادة القاسم عليه السلام بهذا العنفوان وبهذه الجدية
وبهذه الفدائية ونكران الذات، فيعود الأمر إلى تلاقي الفكر مع المخزون العاطفي والمعنوي الذي كان في شخصية القاسم صلوات الله وسلامه عليه. شكرا لكم سماحة الشيخ، جزاكم الله خير الجزاء على ما تقدمون في ميزان حسناتكم، وإن شاء الله يردده عليكم يوم تلقون فاطمة الزهراء، روحي لها الفداء في جنات الخلد. أحبتي شكري وخالص امتناني لكم، وصلنا إلى هنا ختام هذا المقطع من مقاطع هذه الحلقة.